شراكه وقفت السعاده كاين شراكه مع المبادره ما يمكنش تنوض تداول ديال واحد الشراكه باش يبدأ اخبار المال اخبار المبادره ديال الالتزام بيني وبينك كاين التزام كاين مبادره في العكس العالم والجماعه اختاروا واحد نخلوا بينكم وبين خاصك اختاروا واحد نجيبوا بينه وبين لا ما اختارش ما يجيش لا انا كنقول ما كاينش شي حاجه ما كنختارش الشمعيه نهائيا حتى الخطاش تاع الاداره لان موقع سيد العالم هو اللي دير الاتفاقيه ماشي انا ندير معاك اليوم شراكه ونمشي نتحمل مع واحد اخر ولا كان شي توضيح حاسس قائديا مع هذا ولا غادي نمشي عند سيد العالم راه هو مدار هذا ماشي شي واحد اللي هو لعب علاش مثلا شديت بعدا الفلوس درت معاك شراكه وشديت 200 مليون كذا وغنمشي نعطي واحد اخر اللي يسير راه انا اللي كنسير كجماعه ديري نسير الجماعه ماشي الجمعيه لا يا ولدي من الجمعيه ما بقاش وصل والجزء التالي اللي هو قسم الشؤون
الإدارية والمالية والقانونية اللي كيتكون من مصلحة الشؤون الإدارية ومصلحة الشؤون المالية ومصلحة الشؤون القانونية وشؤون المجلس. بالنسبة للاختصاصات راه ما ربما عطيت هذا الشهر اختصاصات الجامعة اختصاصات مدير المصالح حتى بالضبط كل مصلحة عندها اختصاصات ديالها كرئيس قسم وكرئيس مصلحة. المصادقة على التم الافتتاحي الذي حدثه اللجنة الإدارية للتقويم كرعاية المحلات التجارية لمركز مقدرية وهو محدد 500 درهم. الإخوة الأهلاوية النقطة السادسة الدراسة والمصادقة على كل التحملات الخاصة بكرعاية المحلات التجارية التابعة للجامعة لتم التقييم ديالها من طرف اللجنة الإدارية للتقويم. المصادقة على كل التحملات. المهم الاستشارة كان واحد الخطأ داروا مدير المصالح هو في الحملة المسؤولية ديالو وحدة السيد سالا على دار الغياب ديالو الجماعة حتى المصلحة التقنية ما توصلتش لأن الماريجي هي اللي تكلفت باش تعدلت أجل التحملات ديال الكراء المحلات التجارية دونك غادي نصيفطو للبيرسيبتور عندنا المصادقة غادي يمكن نحطوه التسجيل ديال هاد النقطة هادي المهم كاين خلل في النقطة السادسة المهم مشيناش مع قانون الصفقات نورمالمون خصو يتعدل في الجامعة يتعرض على أنظار المصلحة ديال الضريبة أنظار اللجنة كيمشي للبيرسيبتور ديال المدير ديال الضريبة ديال الجامعة سعيد يعطينا لافي ديالو عادي يمكن نحطو لمجلس المصادقة عادي يمكن نسيفطو للسيد العام من أجل التأشيرة لهذا تم التأشير ديال هاد النقطة هادي ننظر إلى النقطة السابعة وهي علامة القرار الجبائي للجامعة ليش مازال لحد الان
وهنا مازال كنتهضروا تقريبا مده دابا حنا كنتهضروا في تقريبا اداب ما خلص. شنو هذا الجمعيه كيتحدى زعما كيتحدى المجلس وكيجونا شكايات من عند الناس اللي بالفريق يعني ما يمارسوش ديك الرياضه في واحد الدور ملائمه يعني بزاف هادشي كثير كلشي عارف كلكم راكم عارفين اشنو الفريق يعني لا نتائج لا كاش كاع الجمعيات اللي هما كيديروا شراكه مع الجماعه لا شيء ومن ديما ندير لهم هذيك اللجنه ديال المساواه ديال الكافور الفرص ما كانتش شفناهاش كاع فينا هي من هذيك الوقت وبدا حاجه ممكن شي عزيز عزيز بخصوص النقطة المتعلقة بالدراسة والمصدقة الاتفاقية الشراكة بين الجامعة وجمعية نادي الرجاء بوغوتا كرة القدم وأطلب من المجلس تأجيل هذه النقطة لعدم توصلنا بالاتفاقية موضوع الدراسة وهو الحق الذي نقول أن المادة 35 من القانون التنظيمي 113/14 متعلقة بالجامعة السيد الرئيس المرة الضيفة النقاط اللي غادي تشير بهم الله يخليك ما كناش نتحمل الاستراتيجية راه هادشي كنظن أنا استحمار الاستراتيجية حاشا شنو غنصوتو شي حاجة بسيطة ما شفناهاش ولا يا غاز عطيني الناس شي حاجة نناقشوها ونشوفو واش غنصوتو ولا ما نصوتوش وشكرا تفضل يوسف شكرا سي الرئيس بعد المحترم التدخل ديالي كان بغيت كلمة من السيد كريم ناد رئيس الجمعية كنطلبنا منو القرار المالي والأدبي غير من ثلاث سنوات دابا هادي مع ما توصلنا به وكيجونا شكايات من المواطنين هنا كيقول لك الديار الناس ما كتاكلش مزيان ثم تكون ادرى راكم مريحين هنا في المركز عارفين عندكم تواصل بين هاد الشباب هذا لهذا تاجل هاد النقطه بالنسبه كما شرح الاخوان كاين شكايات من هاد البلاد اللي كيمارسوا هاد الكرة بان ما كيوصلو حتى بشي حاجه ما كاين اكل مزيان ما كاين هاد كاين هاد الحوايج وخاصنا التقرير الادبي والمالي اللي ما كيتقدمش باش تقدم المجلس العالي يمكن نصوتوا على هذه الميزانيه اللي كان نقول هذه الماده على الفريق ومن هذا الباب هذا كنرفض التصويت على الميزانيه يعني من الان زاد كان التصويت على الميزانيه القرار المالي والادبي ثلاث مرات يعني بغينا حنا نعرفوه ونعرفوا الفلوس ماشي هذا راه ما توصلناش بالتقاريرين ولهذا سيتم تاجيلها الى ان نفترض مصلحه التقريري الادبي والمالي لجمعيه رجاء بوغوتا بالنسبة للنقطة التاسعة وهي الدراسة والمصادقة التي تشارك من أجل تدبير التسيير الرياضي فهي سيتم التأجيل ديالها في حال تكون الجمعية تكون أخرى من أجل التسيير الرياضي مازال والإخوة النقطة العاشرة وهي الموافقة على تخصيص اقتناء عقارين لاتجاه ملاعب القرب المتعدد رياضة الكرة والجماعة النقطة التي جاتنا من السيد العامل الدافئ من طرف السيد الرئيس المجلس الإقليمي على أساس اللي هما واحد جوج ملاعب القرب ولا ثلاثة ولا أربعة اللي غادي يبداو في تيريتوار ماشي في المركز بالضبط وإنما في تيريتوار ديال جامعة الهدى يجب الموافقة على تخصيص اقتناء لك العقار راه حنا مزيانين ما كانش نهار غادي نقتنيو العقار المهم حنا نصرفوا على الخبز هذه من اجل اقتناء لا مدينه العقار من اجل احتضان ملاعب القرب راه هو ماشي غير في جامعه بوغوتا راه اقليم اسفي كله ماشي 2400 متر مساحه ديال 2400 متر من اجل احتضان ملعبين او ثلاث ملاعب قرب بجامعه بوغوتا هذه مصلحه ديال الشباب